بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأسئلة التي ترد إلينا أنه الإنسان عنده مبلغ من المال بس يريد يرمم سنونه واقع، كان يدخن من كان ولده الآن ورايح البلاد برا وطالبين عليه، فقال جمعتنا دفتر اليوم 15 مليون، قال لي نزرع لك سنان 15 مليون. فهو الآن يقول شيخنا أنا 15 مليون لو أروح بها للحاج لو أرمم بها سنوني، فأيهما مقدم؟ يقول خوش دخلنا نعمم الموضوع حسه. وكذا إذا واحد أشرم ويقول شيخنا أنا عندي 15 مليون لو أسوي عملية هاي يسدونها إلي لو أروح بها للحاج، إن لو هاي لو هاي. وكذا أصلع أقرع يريد يسوي زراعة شعر، أو النسوان مثلا أفرض عينها من كانت صغيرة متعرضة لحادث كذا الآن عينها لونها متغير فتريد تسوي لها عدسة ما أدري شنو، أو كل العمليات التجميل عند الجنسين، هاي مقدمة لو الحج مقدم؟ طبعا الحج واجب. فهاي المسألة ترجع إلى كبرى كلية، هل ترك زراعة الشعر وسد الشرمة وترميم الأسنان وتصحيح لون العين، هل ترك هذه الأمور يوجب الإنسان، هل ترك هذه الأمور يوجب وقوع المكلف في الحرج؟ لأن تعرف مثلا واحد عينه لون عين سودة وذيك لونها صاير أخضر ما أدري شلونه محرج يعني واقعا، فوقع كان رحيت وقالوا هاي العملية ما نسوي لك إلا ب 15 مليون مثلا، أو أنه سنونه هي مرأة وبعدها شابة لأنه كان سكر عندها ما أدري شنو الآن ولا سن واقعة فتقع في حرج، أو أنه مثلا واحد هو يشتغل في مكان معين وإذا أقرع هم حرج، فإذا يقول أنا ترك عملية التجميل يوقعني في حرج مثل هذا الأشرم وهذا اللي خربان عينه أو خاصة مثلا مرة قرعة أو غيره، فإذا كان ترك العملية التجميل يوقعه في حرج تقدم العمليات على الحج، ولو حجه مو صحيح لأنه خالف التكليف المتوجه. شفت بعض الفقهاء من باب الترتب يمشي، يعني من يقول بجواز الترتب يمكن يصحح للعمل، ولكن على أي حال هذا يقال بأنه يسقط وجوب الاستطاعة. ليش؟ لأنه مطلوب منه أن يرفع الحرج عن نفسه بصرف المال في عمليات التجميل اللي سواء كان رجل أو كان مرأة، فلا يجب عليه الحاج ويجوز له أن يصرف المال. أكو مسألة زين شيخنا، إذا أفرض هو ما يقع في حرج بس مع ذلك قال أنا سالم توازن الحاج خلني أخذ الفلوس أروح السورية أسوي سنوني، وفعلا راح اتفق ويا الطبيب ورمم سنونه بال 15 مليون، هو الآن منهي الشرع يقول له أصرف الفلوس في الحج، هو راح صرفهن وين؟ على سنونه. هذا تصرفه في الفلوس صحيح لو غلط؟ يعني باع عدة أموال باعها، كان عنده مثلا فد عقار كون يبيعه يروح بيه للحاج، هو باعه سوى بيه سنونه، هذا البيع صحيح لو غير صحيح؟ فقهاء يقولون بلي هذا حرام ولكنه صحيح، مثل البيع وقت صلاة الجمعة، فقهاء يقولون البيع وقت صلاة الجمعة بالقرآن صريح أنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، بعد يحرم البيع، ولكن الإنسان إذا وقت صلاة الجمعة باع واشترى البيع صحيح ولكنه آثم. فهذا لو باع القطعة على الأرض مالته وصرفها على سنونه فنقول البيع صحيح ولكنه آثم. طبعا شو وقت آثم؟ إذا يعني لا يعلم بأنه يتمكن من أداء الحج فيما بعد، أما إذا يقول لا عيني أنا شيخنا أنا أعرف بعد سنتين راح أقدر أتمكن من أداء الحج، إذن هم إثم ما علي. إذا يعلم بناء أنه سوف يتمكن من أداء الحج في المستقبل، خاصة المستقبل القريب اللي يعني الإنسان عادة ما يموت في العمر هذا ومو بعد 150 سنة، فعندئذ هم لا إثم عليه وبيعه لتلك الأرض صحيح. فمسألة عمليات التجميل ومسألة الحج أيهما مقدم؟ إذا لم يكن حرج فالحج مقدم، إذا أكو حرج يرفع حرجه في المال ولا يجب عليه أن يذهب إلى الحاج، وصلى الله على محمد وآله.